المعدي لا يصبح مرضا. لا لا شنو دليلك سيد؟ العدوى. ماذا العدوى؟ ماذا يا مولانا العدوى؟ حتى لو كان في جروح غائرة متغيرة ريحتها وهو حي في أثناء الموت ما فيش. لا لا في أمراض تبقى سيد. دكتورة وشهيرة قالوا ما تدفين. وطلع البلد البعيد عمين عند الناس قالوا رجعوا ورجع تاني اللي لها قرية تطوعت تدفن عامة. لا بس هو دكتور في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة فر من المجذوم كما تفر من الأسد. المجذوم إيه أبو مجد يكلم السيد. المجذوم شنو وضعه يا سيد الفياضي؟ مرض هذا الأسد اللي هو إيه شنو حكمه المتوفي فيه؟ جذام يغسل ولا يكفى ولا ييمم؟ شلون انت السيد رفعت يقول لا تقول ما تقول مش المجذوب. اقول لك الامراض المعديه زي ما تقول الكورونا والسل. طب السل ما معدي معدي ولا مش معدي؟ والفيروسات معديه ولا مش معديه؟ في حد كان اغلب الصعيد عنده مرض الصدر حساسيه معديه ولا مش معديه؟ في حد ما غسلناهوش؟ كلنا غسلناه هو بسم الله وذكر الله والصلاة على رسول الله ولا في حاجة تصيبه. ما فيش أي شيء حصل. العارفين قالوا إيه؟ العارفين كل الصالحين مصر عندهم السم. أيوة العارفين ماذا قالوا؟ العارفين الصالحين حلين مصر حلقين عندهم السم من الحلاقة بتجيلهم ومن الفقر بياكلوه يحوشوا فراغ. سيادنا العارفين في مصر قالوا المرض المعدي بالموت يموت فلا يعدي. شنو دليلك سيد؟ وكلام العارفين مش دليل. كلام دكاترة قالوا كده في الفلاح. زين دكتور فياضي اللي يمموه هو كمتوفي حكم التغسيل؟ يمم اللي بتيمم تجدوا ماء قد يمموا صعيدا. نعم المفروض يمم. لا احنا في حالات احنا وياك شفناها يمموهم بكورونا. اذا وجد الماء بطل التيمم. هو انت هو كلام المهم هنا. مول يوم كلام اللي ما بيعرفوش حاجه. غفر الله لهم. كل حاله جميعا.